معاناه، يعني في مساعدات بالنسبه للامه بس مش عم تكفينا، عرفتي؟ واكثر شيء مشان التعليم اطفال وما اطفال، الدفع ما دفع، بدنا حطب بدنا مازوت، يعني بعد ما اعطونا شيء الامم، يعني لا حطب لا مازوت لا شيء، بعد ما استلمنا شيء، بعض خيم طارت، بعض عالم فات على الخيم مي، اللي مو مزبط خيمته ومو مزبط وضعه فاتت على الخيمه مي، واللي مزبط وضعه يعني ماشي الحال، يعني تدفيش ماشي الحال الحمد لله. ناطرين بدنا مازوت، بدنا حطب، بدنا مساعدات، بدنا شوادر، بدنا خشب مشان نظبط الخيم. لازم ما دعمنا الخيم هاي بكره الثلج، وما الثلج بتهبط علينا. في اطفال، في غيره، في سواته. كمان ماجي ماجي. يا عبود. بالنسبة للشتاء، الشتاء قاسي والريح قوي، يعني اعتباره ودوا آدميين زلمتين أو شابين يمسكون هالخيمة ويقضبون الشادر لحتى ما يطير. وشتاء قوي، يعني الجبل قريب، يعني تقريبا 500 متر عن المخيم، وحالة تعبانة، والعالم شاتلها الجوع وعمل مابو، والله يساعدونا. ما عندنا شيء أنه نتركز عليه ونقاوم عليه، يعني ودنا حطب، ودنا مازوت، ودنا أشياء، ودنا كل هاي نجمعها بأيام الشتوية لحتى فصل، لا يجينا فصل الربيع هالثلاث أربع شهور، ودنا نقاوم به لحتى الله يفرجها علينا. أنا محمد إياد الجبور. لا حسين. يا يا أنت أنا أكبر مني. صبي أنت روح شوي كمان. كلنا عرب نمسح بالمي، لسه هاي أول الشتوية، لو شلون بكرة بتظل عشرة أيام شتاء الدنيا، بدنا نمسح فيها، بدنا نتحمل. إن ما تحملنا وين بدنا نروح نسكن؟ هذه هي السكنة. أجارات ما إحنا ما بنحسن ندفع أجارات، غالية هون. أبشع بيت أوضة 300-400 ألف، وإيش الحمد لله، الحمد لله إنسان يتحمد الله. وهلا هون جيراننا يعني امبارحة المية طافت، عندهم عاجز زلمة كبير مرضان، المي من تحته عدت. الله كريم إن شاء الله بنرجع على سوريا، نتمنى من الله. مي عاجبتنا العيشة، عيشة ما هي كويسة يعني، بس عاد المجبور مجبورين نسكن في خيم، والله كريم. لا عيب، يلا شوف هذا الشيء. لا لا بس عم يحكي. المي يعني طوب من جوانا، من جوانا نجيب ترام من هنا، نحط من ترام من هنا، كان نقدر نظبط المخيم. ما عن جديد مثل ما يقولون.